الاستفادة هاي لأنه مش قاعدين بس هاي لأنه على المستوى الدولي إحنا محلياً على قد فراشك مد إجريك يعني قد ما بنقدر نشارك بالمسيرة بالمظاهرة بالانتفاضات هذا واجب على كل إنسان لا يعني هيدا تغريده ان شاء الله يا رب نتوصل للهدف العالم العالم كله الكثير الحي عن محبيه الحريه السلام والعداله ان شاء الله يا رب يعني نمشي مع بعض لنحقق الهدف بنحسها يعني الالتهاب الاعلاميه هذا اولا زي ما ذكرنا هذا قبل 5000 سنة والله كل عام مرمى في العالم